أحمد علي صالح يبدأ تحركاته باجتياح مدن الجنوب عبر هذا الشيء الهام. بدأ عقيد بارز في نظام وقوات نجل الرئيس الأسبق علي صالح وقائد جيشه العائلي، الحرس الجمهوري والقوات الخاصة. أحمد علي صالح اجتياح جنوب البلاد بتحركات واسعة وغير مسبوقة، استفزت سياسيي وناشطي المجلس الانتقالي الجنوبي واعتبروها اختراقاً خطيراً للجنوب بغطاء زائف حسب تعبيرهم. وأطلقت مؤسسة الصالح التي يرأسها أحمد علي وباتت توصف ذراعاً استخباراتياً للنظام السابق ما سمته توزيع المساعدات الرمضانية على النازحين والأسر الفقيرة في المحافظات الجنوبية بإشراف أحد أبرز العسكريين بنظام صالح المقربين إلى أحمد علي. بدا لافتاً حجم الحملة الدعائية والإعلامية الواسعة لتدشين مؤسسة صالح نشاطها الخيري في المحافظات الجنوبية من خلال ترسانة أحمد علي الإعلامية وحجم اللافتات، وتعمد تصوير المواطنين أثناء اصطفافهم في طوابير طويلة وأثناء إلزامهم بالبصمة، وحذر سياسيون وإعلاميون ناشطون في صفوف الانتقالي الجنوبي من نشوط مؤسسة صالح في الجنوب، مشيرين إلى أن أحمد علي صالح عين العقيد الركن في جهاز الأمن القومي في عهد والده ياسر صالح أحمد المحنقي مسؤولاً للجنة صرف المساعدات. ويتهم سياسيون وعسكريون الرئيس الأسبق علي صالح ونجله أحمد بتنفيذ ثورة مضادة لثورة الشباب الشعبية السلمية 11 فبراير 2011 التي اضطاحت بنظامه العائلي الفاسد والمستبد، اعتمدت أعمالاً انتقامية وسلسلة من الاغتيالات والتفجيرات للمنشآت العسكرية والخدمية، متحدثين بالتفصيل عن أن انتقام علي صالح ونجله أحمد وابن أخيه طارق محمد عبد الله صالح تواصل طوال الأعوام 2018-2014 وصولاً إلى تسليم معسكرات ومخازن الجيش اليمني إلى جماعة الحوثي ومشاركتها في انقلاب سبتمبر 2014 على الشرعية. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.